سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بمتابعتكم لنا في هذا الصباح وفي كل صباح مع حضراتكم جلسة أعمال جديدة ومتابعات خاصة وحصرية ويومية لكل ما يستجد على ساحتنا المحلية والاقتصادية في هذا اللقاء كل يوم من الأحد إلى الخميس وفي نفس الموعد. ضيفنا في الاستوديو لهذا الصباح السيد أحمد الفضلي صحفي في جريدة لوسيل الاقتصادية. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا بك معنا وأهلا بالسادة المشاهدين وأهم أخبارنا لهذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2019 والذي عقد في الديوان الأميري. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضره معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس وبقية الأعضاء. وجرى خلال الاجتماع عرض الخطط التشغيلية والأمنية لاستضافة كل من بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. أستاذ أحمد، متابعة على أعلى المستويات، مشاريع التنمية الوطنية، مشاريع كأس العالم، الالتزامات من كافة الأشكال والمتابعة متواصلة من إدارة قطر، من حكومة قطر، من سمو الأمير شخصيا، هذا كم يشكل دفعة لكل العاملين في كافة المجالات وفي كافة المشاريع؟ في البداية لابد من التعريج على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من خلال اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي بذلت مجهودات يعني جد جبارة من أجل الوصول إلى ما تم تحقيقه من إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم وحتى بعض التظاهرات الأخرى التي تسبق كأس العالم لكرة القدم، ومنها بطولة العالم للأندية التي تحتضنها دولة قطر خلال شهر ديسمبر طبعا. واليوم نتحدث عن أكثر من 75% من المشاريع التي تم تنفيذها والتي أشرفت عليها اللجنة. اليوم نشهد يعني متابعة سامية من أجل التأكد من مدى ما توصلت إليه هذه المشاريع والتنفيذ ومدى قدرة دولة قطر على الاستعداد رسميا لاستضافة كأس العالم 2022. نعم. خاصة ونحن يعني قطعنا أشواط مهمة وكان آخرها بالإعلان والكشف عن الشعار الرسمي لمونديال قطر 22 ونحن اقتربنا يعني جدا من هذا الحدث العالمي. هذه المشاريع عادة ما يكون لها جانبين مهمين، الجانب الأول هو سرعة التنفيذ والجانب الثاني هو جودة التنفيذ، تزامن هذين الجانبين في مشاريع قطر كيف ترى؟ نعم، التزمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بخطة استراتيجية لتنفيذ تلك المشاريع منذ فوز دولة قطر بشرف تنظيم كأس العالم قطر 2022 طبعا، وتم وضع أعلى المعايير الجودة والسلامة في مشاريع كأس العالم من خلال تطبيق المعايير التي تفرضها سواء الفيفا أو المعايير المستخدمة في الإنشاءات والتطوير من قبل اللجان الدولية المختصة في التشييد والإنشاءات والتعمير. طبعا مشاهدينا، من جانب آخر وفي خبر آخر، احتفلت محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال بمرور 10 أعوام على بدء عملياتها وذلك في احتفال أقيم في مدينة فينيسيا الإيطالية برعاية سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. هذا وتقع محطة الأدرياتيك في البحر الأدرياتيكي على بعد 14 كيلومترا قبالة سواحل مدينة فينيسيا وتديرها شركة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال، هي شراكة بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل الأمريكية وشركة إسنام الإيطالية. من جانب آخر وفي متابعتنا مشاهدينا، وزارة التجارة والصناعة تواصل مشاركتها ضمن جناح دولة قطر في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة والذي يتواصل حتى يوم غد في مدينة شيامين بمقاطعة فوجيان جنوب شرق جمهورية الصين الشعبية. تأتي مشاركة الوزارة في المعرض حرصا على تعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومختلف دول العالم، وتستعرض الوزارة خلال هذه المشاركة مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر. بالتزامن مع المعرض كان هناك توقيع لهيئة المناطق الحرة لمذكرتي تفاهم مع جهتين بارزتين في الصين، هما شركة كابيتال ناتس وجمعية شنزن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. طبعا كما تحدثنا هذا يأتي على هامش المشاركة في منتدى الاستثمار القطري الصيني الذي يعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصين الدولي للاستثمار والتجارة المنعقد حاليا في مدينة شيامين الصينية.
هذا المعرض يستمر حتى 11، يعني نتحدث عن تقريبا اختتام هذا المعرض يوم غد بموجب مذكرة تفاهم. ستقوم كل من هيئة المناطق الحرة وجمعية شنزن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بوضع مبادئ توجيهية للتعاون من أجل تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية من خلال تسليط الضوء على توفر موارد الهيئات والعلاقات التجارية الواسعة للجمعية. طبعا نتذكر معكم مشاهدينا، هيئة المناطق الحرة كانت قد أعلنت مؤخرا عن اعتمادها لطلبات استثمارية من مجموعة من الشركات العالمية والمحلية الكبرى، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة بقيمة إجمالية تفوق المليار ريال قطري، وذلك حتى قبل إطلاق المناطق الحرة في الدولة رسميا. مزيد من التفاصيل حول ما توفره المناطق الحرة في الدولة من فرص ومزايا تنافسية للشركات واستثماراتها الأخيرة نتابعها من خلال لقاء خاص مع السيد عبد الله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، حوار مفصل عن هذه الاستثمارات خاص به برنامج جلسة أعمال وتلفزيون قطر. نتابع ونعود لحضراتكم. تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي تبحث في هيئة المناطق الحرة. تأسست في العام 2008 هيئة المناطق الحرة لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة والأيدي العاملة المدربة والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وقد اعتمدت الهيئة خلال فترة 6 شهور ماضية طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى بقيمة إجمالية تفوق المليار ريال قطري، من بدء استقبال طلبات الاستثمار والتي استهدفت فيها مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية هامة في المناطق الحرة في الدولة. وقد كشفت الهيئة أيضا أنها اعتمدت شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات. نرحب وإياكم مشاهدي الكرام بالسيد عبد الله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة. مرحبا بك سيد عبد الله. شكرا أخ مروان، وشكرا للفريق على 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 استضافتكم لنا في برنامجكم، وإن شاء الله يعني عاملين إن نقدر نجاوب كل أسئلتكم. شكرا على تلبية الدعوة. أولا أود أن أبدأ بالفروقات ما بين أن اليوم هناك مناطق حرة في الدولة، أول هذه المناطق هو منطقة أم الحول والمنطقة الثانية هي بوفنطاس، والسؤال ما هو الفرق أولا ما بين هاتين المنطقتين؟ منطقة أم الحول، منطقة أم الحول هي طبعا المنطقة بقرب الميناء، وتختص يعني الفروقات عامة هي بالاختصاصات اللي المقبولة في المنطقتين. يعني منطقة أم الحول تركيزها على القطاع اللوجستي البحري والصناعات الخفيفة والمتوسطة، و منطقة راس بوفنطاس هي بالقرب من المطار وتركيزها على اللوجستيات الجوية والصناعات ذات التكنولوجيا والصناعات العالية، خلينا نقول الهاي فاليو اللي هي ذات القيمة المضافة العالية. أين وصلت مراحل الإنجاز في المناطق الحرة؟ يعني من حيث البنية التحتية المناطق الحرة في يعني المراحل الأخيرة من الإنجاز، فإحنا نتوقع على الربع الأول من 2020 يتم الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء في المنطقتين، ويتم افتتاح أول المباني في المنطقتين في هذه في فترة الفترة الأولى من 2020. طبعاً إحنا الحين بدينا شكل ما ذكرت إن بدينا في الموافقة على طلبات الاستثمار، وبدأوا حتى المستثمرين يبنون مشاريعهم في المناطق. نعم، سأتي إلى هذا الموضوع، لكن قبل ذلك منظومة التي أسستها الدولة لإدارة الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عديدة جدا. اليوم هيئة المناطق الحرة واحدة من الجهات المعول عليها في جذب الاستثمارات واستقطاب المستثمرين الأجانب. هناك أيضا شركة مناطق، يا ريت لو
توضح لنا الدور المنوط بهيئة المناطق الحرة وشركة المناطق. هيئة المناطق الحرة تختص فقط في المناطق الحرة اللي هي منطقة أم الحول ومنطقة راس بوفنطاس، وبالمستقبل يعني إذا سوينا مناطق حرة إضافية، ومناطق الحرة نفسها تختص في 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 مزايا خاصة منها، يعني كما ذكرت الإعفاءات الضريبية وحتى الإطار التنظيمي الخاص الذي يعني يختص في استقطاب الشركات العالمية. طبعا احنا المناطق الحرة مفتوحة للجميع، وبالعكس احنا من اهدافنا طبعا التنويع الاقتصادي بما فيه استقطاب التقنيات العالمية والمهارات العالمية، وبنفس الوقت خلق الفرص للمستثمرين المحليين للشركات والتوسع اقليميا وعالميا. فهي يعني المناطق الحرة مفتوحة للجميع. اما المناطق الاخرى بالدوله هي عديده طبعا، منها المناطق الصناعيه والمناطق اللوجستيه، ويعني في كثير من المناطق، وهذه يعني مختلفه يعني اداريا وحتى نقول النظام التشغيلي يختلف تماما يعني. اذا ما اردنا ان نختصر الهدف او رؤيه الهيئه المناطق في فعلا تنفيذ اهداف الدوله في ايجاد ايضا مصادر متنوعه تدعم الاقتصاد وتكون رافد من روافد هذا الاقتصاد في اعتماده في سبيل تحقيق الهدف، وهو عدم الاعتماد على النفط والغاز. ما هي رؤية هيئة المناطق الحرة؟ احنا في اساسين الهدف الاول هو جذب الاستثمارات الأجنبية التي يعني مع وخاصة من الشركات الكبرى النوعية. يعني في عندنا تركيز كبير على استقطاب الخبرات على المستوى العالمي والفريد من نوعها التي تحقق قيمة مضافة وتوفير فرص لسوق العمل والاقتصاد المحلي. فهذه هدف خلينا نقول ركيزة مهمة من هيئة المناطق. والهدف الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين للاستثمار في المناطق الحرة والتوسع اقليميا وعالميا. فهذه خلينا نقول الهدفين الاساسيين. طبعا هذا متلائم مع رؤية قطر الوطنية. لما ندخل في القطاعات المستهدفة من ضمن، طبعا المناطق نفسها مفتوحة يعني عدد كبير من القطاعات، لكن في قطاعات ذات أهمية كبيرة ولا قطاعات أساسية، منها فرضا اللوجستيات وسلسلة الإمداد. سلسلة الإمدادات واللوجستيات طبعا يعني في عوامل مهمة من ناحية توفير سلسلة الإمدادات للمواد المهمة كالأغذية والأشياء هذه. نعم. بنفس الوقت عندنا تركيز على التكنولوجيا، لأن هذا طبعا قطاع مهم للمستقبل والمهارات العالية الجودة. وبنفس والتركيز الأخير على الصناعات العامة. جميل. آخر إعلان أعلنتموه وهو إعلان مهم جدا لأنه يأتي ما قبل تدشين المناطق الحرة. نتحدث اليوم عن استقطاب أكثر من 1 مليار ريال قطري، حجم استثمارات تم استقبالها في فترة 6 شهور. هذا إن دل يدل على اهتمام المستثمرين في هذه المناطق، اقتناعهم بأنه قطر تقدم لهم ما هو مميز من إعفاءات إلى آخره. حدثني أولا عن تفاصيل هذه الأهم، وبعد بالأهم أن ثقة المستثمرين في الدولة وحتى في المنطقة، لأن تدري أنت اليوم المنطقة في وضع اقتصاديا يعني وحتى سياسيا نوعا ما مش يعني مضطرب. فهذه بالعكس يدل ان في ثقه من المستثمرين، وهذه الشركات متنوعه الجنسيات يعني من كل انحاء العالم، من الشرق ومن الغرب ومن طبعا من قطر بعد، وفي جميع القطاعات. فهي يعني يدل ان احنا في جميع القطاعات يعني لا زالوا المستثمرين على قدره بانهم يعني يستثمرون في الدوله. فهذا شيء مهم بالنسبه لنا. سيد عبد الله، خلال الفترة العام ونصف العام الماضي المتتبع لنشاط هيئة المناطق الحرة، يبدو بأنه التوجه نحو أسواق ناشئة وأسواق عملاقة واضح جدا هدف رئيسي في هيئة المناطق الحرة. اليوم تابعناكم من خلال زياراتكم إلى الصين، من خلال زياراتكم إلى القارة الأوروبية وتحديدا فرنسا، لديك الولايات المتحدة الأمريكية، عقدتم العديد من المبادرات والعديد من الاتفاقيات مع هذه الدول ومع شركات عملاقة في هذه الدول. حدثني عن هذه الاتفاقيات وكيف ستخدم المناطق الحرة. هو طبعا الاتفاقيات اللي احنا نوقعها كلها بوادر لأن فيه اهتمام عالمي في الاستثمار أو في التعاون في مجال الاستثمار مع قطر،
وهذه علامة مهمة خاصة المنطقة بشكل عام في حالة توتر. فاحنا نشوف ان الزيارات والتبادل الزيارات واهم من زياراتنا احنا للخارج بعد زيارات الشركات الاجنبيه الى قطر، وهذا دليل كبير على ان في اهتمام وفي وحتى ان لم يتم يعني الاستثمار بشكل مباشر الزياره نفسها تدل ان قطر يعني دوله ممكن نستثمر فيها وان هي دوله امنه للاستثمار. وطبعا في الحال هذه في الحال الحالي يعني هذه شيء جميل جدا ودليل على ثقة المستثمرين في المنطقة. اليوم أيضا القطاع الخاص القطري سيحظى بفرصة كبيرة للاستثمار من خلال المناطق الحرة، تحدثتم عنها في السابق. ما هي الفرص المتاحة وفرص أيضا عقد شراكات ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية ضمن مشروع منطقتين؟ طبعا احنا عندنا القطاعات المستهدفة اللي هو ذكرت من قبل، القطاع اللوجستي، القطاع التكنولوجيا، قطاع الصناعات، وطبعا في قطاعات اخرى يمكن ما تكون مستهدفه لكن مسموح العمل فيها. فاحنا يعني جميع القطاعات هذه ومن المستثمرين اللي تم الموافقه عليهم يعني فيهم الكثير من الشركات المحليه سواء كانت بشكل مباشر او بشكل شراكات مع شركات عالميه كان مشاريع مشتركه بينهم بين الشركات العالميه. فاحنا نشوف في يعني احنا في هالقطاعات وأخرى في فرص للشركات المحلية، والفكرة هي كلها أن المناطق الحرة ممكن تكون أداة تساعد الشركات المحلية على توسعة أعمالهم إقليميا وعالميا. ونجاح المناطق الحرة هو نجاح الشركات المحلية هو يعني أساس نجاح المناطق الحرة. نعم، اليوم واحد من أهم الأحداث التي شهدناها خلال الفترة الماضية ما أعلنتموه عن استقطاب 1 مليار ريال قطري حجم استثمارات في المناطق الحرة، حدثني عن، وطبعا هذا الأمر يأتي قبيل تدشين المناطق الحرة، فبالتالي دليل واضح على اهتمام المستثمرين بالدخول في السوق القطري وفي أيضا تحت مظلة المناطق الحرة. نعم، احنا الاستثمارات اللي لحد الآن تمت الموافقة على أكثر من 1 مليار ريال قيمة استثمارات في المناطق الحرة. طبعا هاي دليل كبير يدل على ثقة المستثمرين العالميين في دولة قطر بالرغم من الاضطرابات الإقليمية اللي تواجه المنطقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية حتى مش إقليميا حتى عالميا، نتكلم بعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وهذا احنا شيء كان واجهناه بشكل يعني ملحوظ في كل زيارات اللي زرناها حول العالم ان هذه الاضطرابات كلها اليوم تخلي المستثمر وايد يعني يفكر أكثر من مرة واحدة في قدرته أو على الاستثمارات بشكل عام سواء في حتى في المنطقة أو في مناطق أخرى. فإحنا نشوف إن هذه بادرة قوية تدل أن المستثمرين يعني يثقون في الدولة. نعم. طبعاً هذه ما صارت بيوم وليلة، هذه صارت بعد جهود كبيرة من جميع الدولة على من السنتين أو أكثر من بالفترة الأخيرة على العمل على تحسين أو تغيير التطوير البنية التحتية، تطوير التشريعات، تحسين الخدمات اللي توفر للمستثمرين، وهذا شيء مهم يمكن احنا يمكن ما ننظر له كثير، لكن من أهم العوامل الاستثمارية ترى الخدمات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين. صحيح. سرعة الخدمات، تكلفتها، فهذه كلها بيئة ومناخ الاستثمار بشكل عام. اليوم من خلال اطلاعك على الأطر التي تحكم المناطق الحرة في دول مجاورة، ما هو ما يميز المناطق الحرة من ناحية الإطار التنظيمي وماذا ستقدمه يعني للمستثمرين يعتبر مميز؟ طبعا احنا اللي يميز قطر عن باقي المنطقة طريقة استهدافنا، احنا نستهدف الشركات العالمية النوعية. احنا يعني ما راح اتكلم باللي يصير بالمنطقة، لكن احنا اهدافنا مختلفة، احنا اهدافنا خلق الوظائف الفريدة والمهارات الفريدة داخل الدولة اللي تستفيد فيها القطاع سوق العمل والتنمية الاقتصادية، لكن مش على بعد في امباكت ولا في اثر على المدى القريب، ولكن احنا هدفنا على المدى البعيد اكثر، طبعا متماشيا مع الرؤية 2030. فاحنا اهدافنا مختلفة عن يمكن بعض المناطق اللي بعض المنافسين ولا بعض المناطق الحرة الاخرى في المنطقة. وطبعا احنا دولة قطر هي فريدة من يعني بنفسها فريدة من نوعها مقارنة بالدول المجاورة. وكل فاحنا يعني ما نشوف احنا نشوف ان احنا اللي نقدمه مختلف من ناحية الخدمات وكذا. طبعا احنا متماشي، احنا نتنافس ولا خلينا نقول اللي نقدمه احنا
نفس اللي قدمونا وافضل من من, من لانه في بدايه اطلاق المناطق الحره العنوان الابرز قطر ستقدم للمستثمرين الاجانب ما لم يقدم حتى في تاسيس اي منطقه حره. هذا هو العنوان الابرز الذي طرح عند طبعا في مزايا خاصه في قطر كدوله. عندك فرضا وجود المطار والميناء طبعا وقرب المطار من الميناء والبنية التحتية بينهم. نعم والمناطق الحرة بينهم والبنية التحتية التي توصل المناطق الحرة بالميناء والمطار هذه فريدة من نوعها بشكل بحد ذاتها. عندك طبعا الاستثمارات اللي الدولة عملتها بالتعليم وبالبحوثات هذه يعطي قطر امتيازات خاصة في هذا المجال يعني مش موجود بنفس الطريقة في دول أخرى. عندك البيئة المناخ العام اللي ذكرناه فرضا اللي موجودة في قطر طبعا ما راح انا ادخل يعني ما بدي ادخل وايد كثير في ما يميز قطر. سيد عبد الله هل لك ان يعني تعطينا تفاصيل اوفى عن المناطق الحرة سواء بوفنطاس او منطقة ام الحول؟ منطقة بوفنطاس منطقة خاصة بقرب المطار مساحتها مساحة المرحلة الاولى من المشروع كيلوين ونصف وسيتم الانتهاء منه على ان شاء الله على الربع الاول من 2020. والمنطقه هذه لها مميزات طبعا هي موجوده هي مربوطه بالمطار فيتم التركيز على اللوجستيات الجويه فيها وبنفس الوقت بانها قريبه من الدوحه ومربوطه بشكل مباشر عن طريق المترو فهي ستركز بعد على القطاعات التكنولوجيا والقطاعات التي فيها قيمه مضافه عاليه جدا الذي تحتاج فرضا ان تكون موصله بمدينه الدوحه بشكل مباشر اكثر وتحتاج ان تكون موصله فرضا مع المطار بشكل مباشر وهذا لحركه الشحن والتصدير الشحن والتصدير وبعد حركه المشاة نفسهم لان في شركات كثيره تشوف قربها من المطار شيء مهم انه للوصول الى المطار والسفر والعوده هذا فالاشياء مهمه لبعض الشركات وطبعا هي متميزه بوجودها على البحر ويعني مجاورة لشاطئ وهي مدينة ومنطقة راس بوفنطاس فيها مناطق خلينا نقول لوجستية وصناعية وفيها مناطق تجارية أيضا بالنظر أن قربها للبحر ووجود منطقة كورنيش وقربها من ميناء حمد أيضا ومنطقة أم الحول هذه منطقة أم الحول صناعية أكثر لها طابع صناعي أكثر المرحلة الأولى منها طبعا هي منطقة أم الحول تم تطوير جزئين منها الجزء تقريبا كيلو واحد أو كيلوين تقريبا مناطق صناعية ولوجستية طبعا اللوجستيات هناك مرتبطة بميناء حمد أكثر وصناعات هي صناعات متوسطة وخفيفة وفيها منطقة ثانية تقريبا كيلو كيلو نص من المساحة هذه هي الصناعات البحرية لأن هي منطقة أم الحول فيها مرفأ بحري والتركيز لهذه المنطقة على الصناعات البحرية والخدمات البحرية سواء حق المراكب الصغيرة والمراكب الكبيرة اللي تروح في ميناء حمد. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة شكرا مشكورين شكرا أخرى. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام إلى اللقاء. شكرا جزيلا للزميل مروان ولضيفه الكريم تفاصيل كثيرة طبعا حملها هذا اللقاء الخاص والذي اختص به برنامج جلسة الأعمال سبقناه بخبر حول توقيع اتفاقيتين بارزتين في الصين هيئة المناطق الحرة فيما يبدو خطوات واسعة ونحن قبل مرحلة الافتتاح الرسمي تعليقك على الخبر وعلى الاتفاقيات الجديدة. نعم اليوم نرى توسع كبير من قبل المناطق الحرة في دولة قطر خاصة وأنها أصبحت يعني أو قطر تستعد فعليا لتتحول إلى نقطة تجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومستوى منطقة الخليج بشكل عام خاصة بعد تدشين العديد من المبادرات سواء التشريعية التي تساهم في جذب العديد من الاستثمارات أو من خلال توقيع العديد من العقود التجارية سواء بين القطاع العام وقطاع عام من دول يعني صديقة وشقيقة أو حتى في من ضمن مكونات القطاع الخاص هذا من ناحية كذلك يعني تدشين يعني ميناء حمد الذي قد يستحوذ على أو يستهدف الاستحواذ على ما لا يقل عن 30% من التجارة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا عموما يعني بالتالي اليوم نراها تتوسع يعني تضع قدما الأمام نحو مسابقة الزمن لتحقيق الأهداف المرجوة
التي تم وضعها خلال الفترة الماضية من قبل دولة قطر ومن قبل الحكومة القطرية. واضح، مميزات كثيرة لهيئة المناطق الحرة، تحدث معها عنها ضيفنا في اللقاء، موقعها الاستراتيجي، الإمكانيات التي تقدمها، المميزات للمستثمرين، قربها من مناطق مهمة، مناطق استراتيجية، من المطار، من المناطق التجارية، كل هذه عوامل ينظر لها المستثمر بعين الاعتبار حين يقرر الاستثمار في هكذا جهة، أو حين يقرر الاستقرار في هكذا جهة. دول مثل الصين تملك باع طويل ضمن هذا الإطار، ما الذي تبحث عنه لتجده هنا في قطر؟ نعم، دولة قطر تقريبا هي في نصف أو في قلب الشرق الأوسط، وتربط بين آسيا وبين يعني غرب القارة الآسيوية، ونتحدث هنا على أفريقيا، فبالتالي قطر قد تكون هي نقطة العبور نحو الغرب يعني. فبالتالي الصين تستهدف من خلال وضع أو توقيع العديد من الاتفاقيات وشركات مع دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر حققت مستويات عالية من النمو ونجحت في تجاوز العديد من التقلبات التي شهدها العالم، وحافظت على استقرارها، سواء الاستقرار المالي أو التكنولوجي أو التقني إلى غير ذلك من القطاعات، ومع تحقيق أعلى مستويات نمو، فبالتالي تبحث عن أرضية وأسواق ناشئة من شأنها أن تحقق لها الفائدة وتحقق العائد الجيد للصين، وكذلك الاستفادة من حيث داها دولة قطر. طيب، في حالة نحن ما زلنا في مرحلة قبل التدشين الرسمي، بعد التدشين الرسمي، في حالة استمرت نفس الوتيرة من التعاون ومن الاستثمارات، كيف ترى القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من المناطق الحرة؟ طبعا إذا تحدثنا يعني مناطق حرة، نتحدث عن استثمار أجنبي قادم من خارج دولة قطر، فبالتالي نتحدث عن خبرات قوية وتكنولوجيا جديدة ومعرفة جديدة، فبالتالي الخبرات القطرية أكيد ستستفيد من هذه الخبرات الأجنبية ومن الأسواق العالمية المتقدمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير الكفاءات القطرية والكوادر القطرية. طبعا مشاهدينا، لا يمكن طبعا أن نلتقي دون أن نتوقف في محطة البورصة القطرية، التي تمكنت بالأمس من تحقيق ارتفاع لجلسة ثالثة على التوالي. الدعم الرئيسي كان من أسهم القطاع البنكي، رأينا مكاسب بأكثر من 0.6%، والمؤشر فوق 10376 نقطة. اليوم نفتتح الجلسة الرابعة هذا الأسبوع، معنا أربع جلسات أو ثلاث جلسات في المنطقة الخضراء، اليوم نفتتح الجلسة الرابعة. المؤشر كما تابعناه في الجلسة الماضية والتي سبقتها في منطقة استقرار حول مناطق الإغلاق الماضي عند 10373 نقطة، نتابع المؤشر حاليا 597 صفقة أو أكثر من 600 صفقة حاليا، إلى أحجام تداولات بحدود 22 مليون سهم وأكثر من 17 مليون ريال يتم تداولها خلال هذه الجلسة. بالأمس رأينا بعض التراجع على صعيد أحجام وقيم التداولات المسجلة مقارنة بالجلسة التي سبقتها، رغم أننا تابعنا مستويات أحجام تفوق 250 مليون ريال، وتابعنا تداولات على أكثر من 120 مليون ونصف مليون سهم تقريبا خلال الجلسة. كان هناك نشاط، وكما تحدثنا الأغلبية كانت باتجاه القطاع المصرفي، سواء على صعيد التداولات أو على صعيد حتى المكاسب والدعم القادم من هذه الأسهم. الأكثر ارتفاعا خلال جلسة هذا اليوم، ونفتتح مع بنك قطر الأول في الصدارة، طبعا تابعناه أيضا ضمن أبرز المكاسب خلال الجلسة الماضية. هذا البنك يتصدر اليوم من بين 23 شركة في المنطقة الخضراء، سهم الإيجارة 14% يضيف إلى رصيده إلى 71 درهم. سهم الطبية اليوم يسجل مكاسب جيدة للسهم 2.14%، ومعنا مزايا قطر من القطاع العقاري تستهل الجلسة بمكاسب تقترب من 1.14% عند 3/4 الريال حتى هذه اللحظة. 9 شركات فقط باللون الأحمر في مستهل جلسة الأربعاء، التحويلية تتصدرها بتراجعات بلغت 1.25% إلى 3.16 ريالات. من سعيد يتواصل في المنطقة الحمراء لهذا اليوم أكثر من 1%، 2.77 ريالين. فودافون قطر في المنطقة الحمراء أيضا بأكثر من 17 نقطة، قريب 18%، 0.25 ريال. والخليج الدولية اليوم تفتتح الجلسة باللون الأحمر 0.16%، 1.64 ريال سعر الافتتاح. الأكثر نشاطا بنك قطر الأول أيضا للجلسة الثانية على التوالي اليوم، نراه ضمن هذه القائمة 5.394 ملايين ريال، أريد 1.780 مليون ريال. الدولي أيضا ضمن قائمة أكثر الناشطين اليوم ب1.5 مليون تقريبا، وناقلات 1.300 مليون ريال. كافة الشركات التي تستحوذ على القيم باللون الأخضر في مستهل جلسة هذا اليوم. بشكل سريع القطاعات، لدينا تراجع وحيد في هذه الجلسة هو القطاع الصناعي، يبدو أن سهم سعيد هنا له ضغط واضح باعتباره من أبرز المتراجعين، مع تراجع عدد أسهم أخرى من هذا القطاع. البنوك والخدمات المالية
باللون الأخضر لكن بشكل محدود، أقل من 10%، الاتصالات 14 نقطة، البضائع والخدمات الاستهلاكية 14 نقطة، إضافة إلى رصيد القطاع في مستهل الجلسة، النقل يحقق 0.5%، التأمين في المنطقة الحمراء بعد أن تصدر الجلسة الماضية أكثر من 2.14%، اليوم يضيف 0.5 المئوية، والقطاع العقاري تحول واضح من تراجعات الجلسة الماضية التي كان متصدرها إلى متصدر المكاسب في جلسة اليوم، أضاف حوالي 17 نقطة إلى رصيده في هذه الجلسة ونحن لازلنا في البدايات. سيد أحمد، تعزيز واضح فوق 10300 نقطة، القيم والأحجام لا تزال ضمن المستوى الجيد، ليست الممتازة ولكن جيدة، ونتحدث عن متوسط أعلى مما تابعناه خلال أسابيع، والمؤشر يواصل ارتفاعات ربما هي محدودة في بعض الجلسات لكنها على الأقل متتالية، هذا سيقودنا إلى أين؟ طبعا المؤشر عاد مرة أخرى إلى اختبار النقطة 10800، فبالتالي يستهدف في مرحلة أولى 10600، ومن ثم نتحدث عن 10800، يعني تقريبا خلال الفترة الأخيرة لاحظنا، أو تحديدا خلال الثلاثة الأسابيع الأخيرة، عودة قوية للتداولات وعودة قوية للسيولة المحلية ومن القيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة يعني أغلب المستثمرين سواء الأجانب أو حتى المحليين، خاصة ونحن كنا في فترة إجازات، فبالتالي يعني يعود فيها تهدأ فيها حركة التداول. نتوقع أن يرتفع المؤشر، يواصل ارتفاعه خلال الجلسات القليلة المقبلة مع بعض تسجيل بعض الجلسات التصحيحية، خاصة وأننا كنا سجلنا خلال هذا الأسبوع ثلاث جلسات متتالية على ارتفاع، فبالتالي نتوقع اليوم أو غدا يكون هناك استقرار. الذي شهدته الأسواق العالمية، تابعناها بالأمس على استقرار تقريبا المؤشرات الأمريكية، كان هناك حالة من الهدوء بشكل عام على صعيد التوترات، كم فاد مكاسب المؤشر؟ طبعا العامل النفسي هنا على المستوى العالمي له تأثير سواء على المحافظ الأجنبية أو حتى على المحافظ المحلية، لاحظنا خلال الفترة الماضية يعني استقرار وهدوء في الأسواق العالمية نتيجة للاستقرار أو الهدوء المتغيرات الجيوسياسية، فانعكست على الأسواق العالمية التي بدورها انعكست على الأسواق الناشئة أو أسواق منطقة الخليج عموما بما فيها السوق القطرية. طيب بشكل سريع، بالأمس قطاع البنوك والخدمات المالية سجل مكاسب لمعظم الأسهم، تراجع وحيد فقط رأيناه ضمن أسهم قطاع البنوك على وجه التحديد مقابل مكاسب خاصة على الأسهم القيادية، هل نتوقع تواصل وما هو المحرك هنا؟ الأكيد أن القطاع البنكي هو المحرك الأساسي لتداولات في بورصة قطر، يعني مثل ما هو معلوم يعني يستحوذ على العديد من التداولات ويستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فنتوقع أن يواصل أداؤه جيدا خلال الفترة المقبلة ونحن على أعتاب يعني أو اقتربنا من نهاية الربع الثالث من العام الجاري. سيد أحمد الفضلي صحفي في جريدة لوسيل، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، على تواجدك معنا في هذا الصباح. مشاهدينا كما اعتدنا مع حضراتكم إغلاقات مؤشر بورصة قطر ضمن نشرة الواحدة الاقتصادية، شكرا جزيلا على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.